السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيكم. بعمل البث المباشر ده علشان نجاوب على كتير جدا من الأسئلة اللي كانت بتبعت لنا بخصوص إيفن محبك. شكرا ليكم، جزاك الله خير. شكرا. الأسئلة اللي كانت بتتبعت لنا علشان خاطر الإيفنت بتاع المحجبات، طبعا هو الإيفنت دوت يا جماعة موجود في إسطنبول، يعني إحنا نفسنا والله يبقى في بلاد تانية، يعني هاتولنا دعوات من بلاد تانية وإحنا نيجي، ما عندناش مشاكل، لا لو يعني الكورونا ما عملوش إغلاق تاني، لكن إحنا الإيفنت عاملينه، الحفلة دي الحفلة تكريم المحجبات، فبجالنا عتاب من الحافظات، قلت لهم لا تعالوا بس حبايبي حبايبي تعالوا لي. فبقى متقسم لاثنين، تكريم المحجبات وتكريم حافظات لكتاب الله. دي بناتنا احنا، انا عايزه اقول لكم ان في سن معانا سن 3 سنين، يعني والام قلت لها طب احنا عاملينه لاعدادي وسنه، بتقول لك طيب دي 3 سنين والله وحفظتها الفاتحه وحفظتها مش عارفه سوره ايه وسوره ايه، وفرحانه جدا. انتوا الناس وخصوصا اللي في الغربه واللي في الغرب بيبقى، يعني انا عايزه اقول لكم ان احنا نلاقي بس سمت اسلامي، سمت مجتمعنا، حفاظ حد حاجه فيها هويه اسلاميه بنفرح جدا. صحيح احنا بلد فيها اذان والمساجد مفتوحه والكلام ده، لكن احنا مفتقدين، ربنا يبارك فيكم، لكن احنا مفتقدين عارف انتوا التجميعه اللي كلنا شبه بعض فيها، انت مش غريبه هنا. طبعا الايفنت كنا مش عارفه، بس عايزه اقول لكم روحنا نحجز قاعه مش عارفه انها بتكسشن، مش عايزه اقول مبالغ، مش عايزه اقول، لكن الحمد لله ربنا كرمنا بمكان ومتاح للجميع، وهو برضو على المتروبوس، يعني بتوع الفاتح ينفع ييجوا، بتوع بشاك شهير ينفع ييجوا، بتوع بايلي جدوز ينفع ييجوا، هو قريب من الكل وهو في سفكوي، وان شاء الله باذن الله احنا يعني باقي عدد محدود جدا يعني للحجز. الحجز طبعا على رقم الواتس اللي على الايفنت الاصلي، هحط اللينك بتاعه ان شاء الله في التعليقات، وربنا المستعان باقي عدد محدود جدا فاسرعوا عشان كده خلاص هما بيقفلوا، يعني النهارده يتقفل يا بكره وكده خلاص. الايفنت هيبقى يوم سبت، كان في طلبات من بناتنا في مصر وبعض الدول العربيه، حتى برضو من بتوع كندا كانوا بيبعتوا، احنا عايزين انه لايف. احنا طبعا عشان هو ايفنت النساء كله، هحاول بقدر المستطاع اقتطع، خلي اللي ماسكين السوشيال يقتطعوا جزء او التصوير جزء من الحفل لايف، علشان طبعا مش هيبقى كله اكيد، وهننزل لكم بقى الدنيا، ننزل لكم الدنيا بعديها تبقى ازاي. الايفنت ده يعني كانت نوايانا فيه كالاتي، وحفله التكريم دي كان نوايانا فيها اولا ان بناتنا ما يحسوش بالغربه، تشجيع البنات على لبس الحجاب، وان دي اول خطوه، اول خطوه انت بلغتي فانت مكلفه، الحجاب عباده يا جماعه. الحجاب عباده ما فيهوش كلام، عباده لله سبحانه وتعالى، والحجاب فرض، واي حرب على الحجاب وعلى الهويه تقول لك ما محجبه واخلاقها، لا احنا عايزين يبقى نيه لبسنا للحجاب في كل مره بتلبسي طرحتك وبتحطي دبوسك وبتنزلي وبتعملي، انا في عباده وفرض يا ربنا، انا في عباده يا رب، انا في فرض بعمله واستشعر الثواب ده، والسلوك يتبع، يعني يبقى سلوكي مناسب ان انا على راسي الطرحه وعلى راسي الخمار اللي انا لابساه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعين بناتنا، ده رقم واحد، وما يحسوش يا رب ان 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 انت غريبه، او الدنيا هي الدنيا، الدنيا بقت غريبه على فكره. الدنيا ايه يا جماعه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل، كميه العري والصفور والافكار العجيبه جدا جدا اللي بتغزو عقول بناتنا، حاجه عجيبه جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ان احنا يبقى يعني الايفنت ده خطوه في تثبيت معنى طيب ومبارك ونجتمع عليه يوم القيامه، دي اول حاجه. تاني حاجه الحافظات حبايبي، سواء اللي هنا في في في, في اسطنبول او جايين لنا، في ناس جايين لنا من بره اسطنبول، بدين وقله الاماكن اللي فيها انك تحفظي حفظ مجود وبسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله بداوا، يعني في اللي بادئ 5 وطالع وفي اللي بادئ كذا، وانا عايزه اقول لكم ان في ناس من بلد اوروبيه ان شاء الله هتشوفوهم، بلد اوروبيه جايين لنا مخصوص برضو، وحافظين ماشيين من البكرة، اللهم بارك، ان شاء الله تشوفوا تكريمهم، وكل واحده ان شاء الله بتتكرم هندي نبذه عنها ونقول مدى التحديات اللي قابلتها. ممكن احنا في مصر لو ما كنا في مصر، او الناس اللي عايشه في مصر دلوقتي مش حاسين قوي بقيمه حته يعني ما المقارئ موجوده، لا يعني الامر ده يحسه اللي بعد عن مصر، يحس قد ايه ان الامر في الاول وفي الاخر كان محتاج بالفعل
عزيمه وهمه ومصابره وجهد، عشان كده احنا هنكرم البنات دي. انا مش عايزه اطول عليكم، الايفنت خلاص بقى في محطه سيفاكويا على المتروبوس، والقاعه كلنا معروفه القاعه الارضيه، وطبعا الدخول بكارت الدعوه اللي مبعوت لهم، للاسف اللي ما معهوش مش هينفع يدخل، احنا عاملين جزء كبير جدا منه دخول يعني على حسب الامور، وان شاء الله باذن الله اسرعوا يعني يتقفل باب الحجز يا النهارده يا بكره بالكثير جدا جدا، وقابلونا بقى ان شاء الله باذن الله يعني في يوميها، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الصدق والاخلاص والنيه المباركه يا رب، اجعله حدث طيب مبارك. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلسبيل ماشي، جزاك الله خيرا واياكم. الله يبارك فيك، الله يكرمكم يا رب، جزاكم الله خير. السلام عليكم، سبحانك اللهم.